يا صباح الفل عليكم، يوم جديد، حلقة جديدة، نغم اف ام معاكم وقام وجدي، ودايما بكون معاكم. طب وبس من الاثنين للخميس من الساعة 11 للساعة 12، وكل حلقة بيكون معانا ضيف جديد متميز، دكتور متخصص بيفيدنا بعلمه وبنسأله وبيرد علينا الحياة بكل كرم. النهاردة مشرفانا النهاردة الدكتور أمل سمير، استشاري طب وجراحات العيون. صباح الفل يا دكتور. صباح النور. ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله. صباح الفل، دايما أيام سعيدة على الناس كلها، وإن شاء الله بالصحة يا رب دايما. يعني النهاردة عايزين يا دكتور نركز في حلقتنا عن المشاكل اللي بنواجهها في البصر أو الرؤية بعد سن الأربعين. يعني خلينا نقول، هل فعلا في حاجات بتحدث بشكل يعني أوتوماتيك كده للعين بعد سن الأربعين؟ تمام. طبعا بعد الأربعين الدنيا بتختلف شوية، بتحصل شوية حاجات مختلفة بالنسبة للعدسة نفسها. المريض بيحس، أو مش مريض، هو الشخص بيحس إن هو بدأت قدرته على رؤية الأشياء القريبة تختلف شوية، وده نتيجة شوية ضعف في العضلات اللي بتتحكم في شكل والكونتور بتاع العدسة بتاعت العين، اللي هي بتتكيف على الرؤية بعيد وقريب في نفس الوقت. الاختلاف ده بيخلي الواحد تدريجيا يبتدي الحاجات القريبة يفقد القدرة على التركيز عليها بشكل كويس والوضوح، فيضطر يستخدم شوية إضافات لنظارات بسيطة بتزيد بالتدريج على حسب السن، بحيث ان هو يقدر يشوف الحاجات القريبة بشكل أوضح. ده بالنسبة لتغير التكيف بتاع العين حسب السن. كمان في ناس بتبتدي بعد مثلا سن 50 أو أكتر يبتدي يحصل فيهم شوية تعتيم بسيط في العدسة، أو شوية شبورة، الناس بتسميها شبورة أو ضباب، وده بيبقى عبارة عن بدايات خفيفة لمية بيضة بتحصل في العدسة برضو نتيجة السن. برضو هو ده أشهر حاجة، إن السن بيعمل كده، الشمس السخنة بتعمل كده، إحنا طبعا من البلاد المشمسة جدا، فبالتالي ده بيأثر برضو، بيعمل شوية عتمات جوه العدسة. الحاجات دي بتزيد بالتدريج برضو. لو كنا بنتكلم على تغير التكيف، ده برضو بيحصل بالتدريج، بس ده علاجه النضارة. يعني إيه تغير التكيف بس؟ معلش بصي، إحنا العدسة ربنا خلقها متعلقة بحاجات زي الحبال في مكانها. أوكي. هي ثابتة، ولكن الحبال دي بتدي فرصة للعدسة انها تغير شكلها على حسب بعد المكان، بعد الحاجة اللي انت عايزة تبصي عليها. أوكي. يعني لو حاجة بعيدة، العدسة بتاخد شكل معين عن طريق العلاقات دي او الحبال دي، بحيث ان انت تقدري تشوفي الحاجة البعيدة. اول ما الحاجة بتقرب لك، الحبال دي بتغير شكل العدسة، ترتخي شوية، فالعدسة تبتدي تغير شكلها بحيث ان انت تقدري تشوفي الحاجات القريبة. أوكي. لو قلنا ان الحبال دي عاملة زي الأساتك كده، داير حوالين العدسة، وهي فعلا شكلها زي حبة العدس. الحبال او العلاقات دي داير حواليها، لما بتبتدي تغير شكلها بيبتدي العدسة نفسها تاخد شكل اكثر كروية، فتقدري تشوفي الحاجات القريبة كويس قوي. مع السن العضلات اللي ماسكة الحبال دي بتبتدي تضعف. أوكي. وده شيء طبيعي جدا، الناس بتحس ان دي حاجة مرض. بالعكس، هي حاجة طبيعية، بس ايجينج يعني سن، فقط تقدم في العمر مش اكتر. بالضبط. ودي بتحتاج مع السن العضلات دي بتبتدي ما تبقاش التفاعل بتاعها مع المسافات زي ما كان الاول، فبتبتدي شكل العدسة ما يتغيرش، وبالتالي البني ادم ما يقدرش يبص على الحاجات القريبة بنفس الوضوح، وبالتالي بنضطر ان احنا نعادل ده او نساعد بالنظارات. ودي مشهورة جدا، الناس بتبقى منزعجة جدا، انا طول عمري ما بلبسش نظارة. ايوه انا فاهمة يا فندم، من حضرتك عمرك ما لبست نظارة. لبس النظارة مش حاجة مرضية، احنا بنحاول نعوض ده عشان تقدر تشوف كويس الحاجات القريبة. طبعا يعني مع التقدم الهائل في الالكترونيكس والديفايسز والحاجات دي، احنا بنشوف الحاجات دي دلوقتي في سن اصغر شوية. يعني ارهاق وانهاك العضلات دي بالبص طول الوقت في الموبايلز والحاجات اللي قدامنا طول الوقت، ده بيخلي العضلات شوية تنهك او ترهق، وتظهر عندنا شوية عيوب ما كانتش موجودة قبل كده. بتتلقط الحاجات دي لما بتتناقشي شوية مع المريض وتعرفي منه، انت بتقعد كتير على الموبايلز، بتقعد كتير كده،
اوكي اوريدي خلاص بنبتدي نفهم ده ونحاول ان احنا نقسم وقتنا يعني ما نقعدش طول الوقت مثلا 5-6 ساعات ورا بعض قدام الحاجات القريبه. بنحاول نريح بين الحاجات دي لو انا مضطره زي الناس اللي هي شغلها اساسا كده. او الولاد دلوقتي الاونلاين كورسز خلاص يعني من الساعه 9 الصبح للساعه 2:30 الظهر هم قدام التابلت او الموبايل مجبرين. تمام. بيطلب بس من الاهل ان هم يعني بين كل هو طبعا ايه مفيش مش كل ورا بعض واكيد في بريك بيبقى في بريك بالظبط. البريك ده هنطلب من الاهل ان هم يسيبوا الطفل او الطالب يبعد عن الحاجات القريبه يبص على حاجات بعيده. هو ده الراحه بالنسبه لعضلات العين. بدل ما احنا طول الوقت باصين على الحاجه قريبه او مثلا هنريح من الحاجه دي نقوم ماسكين الموبايل نلعب. لا هو نفس الشغل نفس المجهود فهنريح ان احنا ينغمض ونرتاح يا اما نبص على حاجه بعيده تلفزيون هنقف في بلكونه هنقف في شباك هنتكلم مع اللي حوالينا خلاص نبعد عينينا عن اي حاجه قريبه من العين. ده الراحه ده في السن الصغير. انما احنا بنتكلم على الكبار ما بعد الـ40 لا لازم هنلبس نظارات لازم هنلبس نظارة وده بيتحدد بالسن يعني نظارة الكبار دي إضافات بنزودها بالسن وده لازم بيبقى عند دكتور لأن في ناس كتيرة بتستسهل وتروح تشتري أي نظارة قراية من أي حتة بأي رقم ونفاجأ أن هم أجهدوا عينيهم زيادة أو عملوا أوفرلود على العين أكتر. فلو حضرتك ما بتلبسش نظارة طول عمرك اوكي انا متفهمة ان ممكن تستخدم النظارة اللي بتشتريها بس زور الدكتور مرة واحدة بس. هو في نظارات يا دكتور بتبقى موجودة في الصيدليات بلس 1 وماينس 2 ومش عارف ايه جاهزة كده فما بفهمش يعني هو على اساس ايه مش كل واحد بيبقى ليه كشف معين ودرجات معينة ولا يعني ازاي الواحد بيشتري يقولك لا اصل مثلا اسأل الصيدلي يقولي لا اصل دي نظارة قراية فما فيهاش مشكلة. فالحقيقة أنا عمري ما فهمت اللقطة دي يعني اشرح لنا بالظبط. عندك حق. بصي هو لو أنا ما بلبسش طول عمري نظارة أنا فعلا ممكن أروح الصيدلية واشتري نظارة من النظارات الموجودة بس أبقى فاهمة أنا سني يساوي كام. يعني احنا بنزود بالسن لو انا من سن مثلا 41 لحد 43-44 فانا ممكن اخد زائد نص زائد 3/4 وما بعد مثلا 44 لحد 47 ممكن اخد واحد ممكن اخد 1.25 انا ممكن اقف وانا عند الصيدلي امسك نظارة واحدة مثلا من المقاس اللي المفروض ان انا يبقى سني فيه وابتدي اجرب ده واللي بعده واشوف انا مرتاحة وامسك حاجة وابص فيها دي اسهل حاجة اقدر اقولها. الموضوع مش بكبر الخط يا جماعة الموضوع مش ان انا اشوف الخط كبير قوي فاقول انا خلاص كده تمام لا انا عيني مرتاحة في ايه بمجرد ما احس ان انا شايفة كويس وعيني مرتاحة ومش مشدودة يبقى هو ده المقاس المناسب بالنسبة لي. الناس بقى اللي بتلبس اساسا نظارات الناس دي لازم تروح تزور الدكتور الاول لان الموضوع بيفرق كتير الحقيقة. يبقى لازم تتعمل له مخصوص عشانه هنزود في كمية الإضافة لكن لازم يبقى عن طريق دكتور. ما ينفعش أنا أبقى بلبس نظارة أورادي واروح أجيب اللي هي زائد واحد ولا زائد 1.5 واروح رمية نظارتي ولبسها في القراية لا ده غلط جدا يعني. فبالنسبة للسن النظارات بتاعة القراية بتمشي بالسن وبتمشي بالربع وبالنص دي الزيادة اللي احنا بنزودها من 41 لحد 44 ممكن اخد لحد زائد 1 لو انا مرتاح. من بعد 44 لحد 46-47 ممكن ازود ربع كمان اخد 1.25 او 1.5 لو انا مريحني. لما بوصل ل50 ممكن اخد 1.75 او 2 فلو لاحظتي حضرتك انا كل بزود. عدد سنين ممكن ازود ربع او نص. الناس بتنزعج جدا بتحس ان انا بتدهور بالظبط انا بعجز لا هم بيحسوا ان هم بيتدهوروا. يا جماعه ده مش تدهور ده سن طبيعي وتطور طبيعي لان عضلات العين دي بتضعف بمقدار معين كل كام سنه فاحنا بنعوضها بالزائد دي. قد ايه بتضعف كل بني ادم غير التاني ممكن انا ارتاح في 1.5 حضرتك ترتاحي في 1.75 غيري يرتاح في 1.25 هي بتفرق شويه. الحل البسيط خالص لو حضرتك ما بتلبسش نظاره طول عمرك وعايز بس تروح للصيدلي تاخدها اوكي ما فيش مانع بس جرب
ربع اقل وربع اكتر وشوف انت هتتحل ازاي. وهل فعلا يا دكتور كل الناس هيجيلهم ميه بيضاء وده مساله بس وقت؟ بصي هو يعني eventually كل الناس فعلا ممكن تجيلها ميه بيضاء بس حسب سنها. يعني لو احنا بنتكلم في نسب فاحنا بنقول ان من بعد السن الخمسين او من مثلا 55 لحد 65 في نسبة تقريبا 42% من الناس ممكن يجيلهم ميه بيضاء. ما بعد الستين او 65 سنة لحد السبعينات او اخر سبعينات النسبة بتعلى شوية تبقى حوالي حاجة وستين في المية 65 او 66%. من السبعينات والثمانينات تقريبا 85-90% من الناس بيبقى عندهم مية بيضاء. المية البيضاء دي برضو هنرجع نقول انها شيخوخة بتحصل في العدسة. العدسة دي ربنا خلقها شفافة تماما زي السيلوفان زي الإزاز. أوكي؟ هي كل مكوناتها عبارة عن بروتينز ومية. مية أكتر شوية، المية حوالي 61% وبروتينز تقريبا 38%. الحاجات دي شفافة من يعني بروتين ربنا خلقه معين مفيش فيه أي شوائب عشان يدي الوضوح والشفافية بتاعت العدسة. مع الوقت مع السن، وده أكتر عامل الحقيقة اللي هو السن، بتبتدي البروتينز دي يحصل لها تغير، تعتم شوية أو لونها ما يبقاش شفاف، يبتدي شوية شوية يبقى زي مثلا الضباب الخفيف. يعني ما تبقاش البروتينات عالية الوضوح أو عالية الشفافية اللي هي كانت وإحنا صغيرين. وده بيحصل بالتدريج على فكرة بداية من الأربعينات برضو، يعني من ضمن البروسس احنا بننهار يعني من أول لا 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 والله هي سبحان الله هي شوية تغيرات كيف بينزل يا دكتور؟ لا والله هي بس البني آدم لازم يخلي باله. يعني من ضمن الحاجات اللي بتساعد قوي ان المياه البيضة دي تحصل وتتطور بسرعة الشمس السخنة، الشمس الحرارة، لأنها بتغير تركيبة البروتينز اللي جوه العين اللي جوه العدسة. تمام؟ يعني نظرة الشمس دي طلعت مهمة جدا ولازم تبقى نوع مع كويس عشان يبقى عليها فلاتر الالترا فايلت، يبقى عليها فلاتر A و B الترا فايلت وبيبقى مكتوب، بس اهم حاجه ما تبقاش مضروبه. هي النظارات اللي على الرصيف دي كارثيه. كارثيه جدا، لان الحقيقه انت عارفه ان النظارات الرخيصه اللي على الرصيف بتاعه الشمس دي بالعكس هي ممكن تعمل ميه بيضه. لان الحقيقه ربنا خلق في جسمنا او في عينينا ديفنس كده، يعني دفاعي، ان احنا لما الضوء يزيد الحدقة تضيق اوتوماتيك يعني. بالظبط. فالحدقه لما بتضيق ما بتدخلش كميات الضوء الكتيره دي والسخونه الكتيره دي للعين، فبالتالي بتحافظ عليها. اللي بيحصل لما احنا بنلبس النظارات المضروبه ان اللون الغامق ده بيخلي الحدقه ما تضيقش، تفضل واسعه. فتدخل كل الاشعات الضاره من الشمس تدخل على العين براحتها جدا، فتبتدي تغير بقى في التركيبه بتاعه البروتينز بتاعه العدسه براحتها جدا. فاحنا الحقيقه لما بنلبس نظارات لون فقط بلا فلاتر ومش مظبوطة ده بيؤدي الحقيقة المية بيضة. العكس ما كلام خطير جدا جدا. يعني عشان كده انا دايما بنصح مرضايا ان من فضلك اتاكد من نوعيه النضاره وتاكد ان عليها فلاتر فعلا، لانها لو هي لون فقط بالعكس هتضرك مش هتفيدك. فلو رجعنا للميه البيضاء، الميه البيضاء مع الوقت هتيجي لكل معظم الناس يعني. تمام. ولكن الحقيقه ده لا يستدعي ان احنا نتدخل طول الوقت خالص، بالعكس. احنا بيبقى في عيانين جايين متشخصين ميه بيضاء وعارفين وجايين منزعجين جدا وان هم هنعمل عمليه، لكن لما بنعمل الرؤيه بنبتدي نشوف الرؤيه، بنبتدي نشوف احسن رؤيه بالنضاره تبقى ايه، بنلاقيهم شايفين كويس جدا، وبالتالي دول ما بيحتاجوش اكتر من متابعه لصيقه. يعني انا ممكن اشوف المريض ده كل 6 شهور، او لو لقيت الدرجه اعلى شويه محتاجه اشوفه كل 3 شهور. طول ما العيان شايف كويس حتى لو بنضارة بسيطة فيستحسن ان احنا نستنى لحد ما العين يتضايق، يقول لا خلاص انا متضايق، انا مش شايف الالوان كويس، انا حاسس ان الدنيا ضباب طول الوقت، وقتها بنتدخل وبنعمل عملية. هي للأسف يعني التدخل ده اخر حاجة، العمليات اخر اختيار. هي ملهاش علاج الحقيقة،
يعني كتير جدا يجوا طب ادينا قطرة، طب ادينا نعمل ايه، طب ناكل ايه، طب لا الحقيقة المية البيضاء عملية شيخوخة، معلش في الكلمة يمكن تضايق الناس، بس هي فعلا كده، هي aging process بيحصل في العدسة، وده بيخلي العدسة مع الوقت تعتم زيادة. المية البيضاء ما بتسكتش، ما بتبتديش وتقعد عند درجة معينة هادية، أوكي. تبتدي بتكمل لما بنوصل لمرحلة ان احنا الرؤية مش مرضية بالنسبة للعيان، خلاص بنعمل العملية. في عيانين ارضائهم بيبقى صعب من الاول، فده بيعمل بدري. في عيانين بيقدروا يستنوا شوية وبيبقوا راضيين وحركتهم عادية ومش متطلبة اي تدخل، ودول بنتابعهم كل شوية عشان نطمن عليهم. انما في الاخر eventually احنا بنحتاج نعمل عملية مية بيضة. والحقيقة الدنيا اتطورت جدا، يعني في مجال العمليات جدا، في الاجهزة، في التكنيكس، في كل حاجة، بحيث ان العيان ممكن من تاني يوم الصبح يبتدي يمارس حياته بشكل طبيعي مع بعض التعليمات الخفيفة. هل في امراض ممكن تأثر او تزود حالة المية البيضة؟ طبعا أسئلة كتير جدا هتجاوب علينا النهاردة دكتور أمل سمير، استشاري طب وجراحات العيون، اللي مشرفان النهاردة في استوديو نغم أف أم. وهل فعلا يا دكتور مرض معين زي السكر أو عوامل وراثية أو أي يعني مرض آخر ممكن أنه هو يساهم في زيادة معدل المية البيضة في العين؟ الحقيقة يعني أشهر وأكتر مرض ممكن يسبب ويطور ويزود الكثافة هو مرض السكر. طبعا السكر يعني مرض منتشر، والحقيقة في نسبة كبيرة من الناس عندها مرض السكر، والحقيقة في نسبة أكبر كمان من الناس بتهمل تماما أو بتعيش حالة إنكار كده. إنما الحقيقة السكر من الأمراض اللي بتسبب المية البيضاء، اللي بتجيبها بدري كمان. يعني ممكن نلاقي مرضى سكر عندهم مية بيضاء في سن أقل من 40 كمان، ويبقوا محتاجين تدخل وعمليات، وبيخليها تتطور بسرعة لما تيجي، يعني بسرعة تبتدي على زي ما الناس بتقول تستوي، احنا ما بنستناش خلاص الكلمة دي، وبتخليها مضاعفاتها كمان تبقى سخيفة شوية. فإحنا مرض السكر ده من أهم الأمراض الشائعة والموجودة اللي بتسبب وتطور المية، تخليها بسرعة تتقدم تزيد، وفي نفس الوقت تخلي العين محتاج للعملية دي بدري قوي. السكر الحقيقة لازم يعني يتم الكنترول والسيطرة عليه تماما من العيان، عشان ما يعانيش من أي مضاعفات، سواء المضاعفات في العين أو في أي مكان تاني في جسمه. الحقيقة المية البيضاء ليها مسببات كتير. أول حاجة السن والشمس السخنة، زي ما قلنا السخونة، لو أنا بشتغل في مكان فيه أفران وسخونة وكده، ده بيجيب لي مية بيضاء. والسكر طبعا، وفي كمان المية البيضاء الخلقية، ودي حاجة تانية خالص غير الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي الشيخوخة والشمس والسكر والحاجات دي. إنما الحقيقة الخلقية دي طبعا بتكتشف في الأطفال، ولازم يتعمل فحص للأطفال، ودي فرصة ان احنا نتكلم او نقول يعني بشكل عاجل، ان الأطفال الأم لازم تلاحظ انعكاس الضوء على عين الطفل، هل هو طبيعي ولا لأ، هل في لون أبيض باين في عينين طفلها ولا لأ، وبسرعة لازم تشوف الدكتور، مش لازم تستنى وتقول طب بعدين، طب لما يكبر شوية، لأ خالص، احنا لازم نفحص الأطفال دي بشكل دوري ومن أول ما يتولدوا. ولو في أي بدايات لمية لازم الأم تتجه للدكتور بتاع العيون، وتبتدي تشوف هل هي محتاجة تدخل دلوقتي، ولا الدكتور ممكن يستنى على الطفل شوية، لأن ده بيعطل نمو العين وبيخلي فيه نوع من الكسل ما بنقدرش نعالجه بعد كده. تمام. إنما بالنسبة بقى للمية البيضاء للكبار، الحقيقة هي زي ما قلت لحضرتك، قد نقدر نعدي الفترة الأولى بالنظارات ويبقى العين شايف كويس ومتعامل في حياته بشكل مرضي بالنسبة له جدا، وفي الآخر بعد فترة ممكن خلاص نبتدي نحس إن العين لأ مش راضي، مش مرتاح، وبالتالي نبقى نلجأ خلاص للعملية. وصلنا بالزبط، وصلنا لمرحلة العملية. طب يعني حكي لمينا أكتر يا دكتور عن العمليات، التكنيك بتاعها إيه، بيحصل إيه للمريض اللي عنده مية بيضة،
وظهرت خلاص، سواء هو بقى عنده سكر او عامل وراثي او تقدم السن بمنتهى البساطه، ايه بقى العمليه بالظبط بتفاصيلها؟ تمام. العمليات دلوقتي نظرا للتقدم الهائل اللي حاصل في الاجهزه وفي الحاجات اللي بنستخدمها سواء في التكنيك او في الزراعه، العدسات يعني، ده خلى الموضوع الحمد لله بقى بسيط جدا. العيان العمليه بتتم في حوالي 10 دقائق 12 دقيقه بالكتير. العيان بيروح بغطاء خفيف على عينه، ممكن على اخر اليوم يشيله او تاني يوم الصبح، ويبتدي يمارس حياته بشكل طبيعي جدا، بحيث ان هو يقدر يتعامل وينزل شغله، بس مع بعض التحذيرات من حاجات معينه ووضع العلاج في مواعيده، لكن يقدر يتحرك ويمارس حياته. الحقيقه دلوقتي بقت المياه البيضاء بتتشال بتقنيات أكثر تقدما، عبارة عن استخدام للموجات الصوتية، والموجات الصوتية دي بتفتت العدسة نفسها، الحاجات المكونات بتاعتها داخل الكبسولة، وده بنقدر نشفطه شفط، وده بيتم من خلال فتحة صغيرة جدا 2 ملي ونص تقريبا، وبحيث ان احنا ما بنضطرش نعمل اي خيوط او اي غرز او اي حاجة. الشفط ده بيدينا حاجتين مهمين جدا، اولا مدة العملية بقت صغيرة جدا، الامان بالنسبة لمكونات العين، ان العين بتفضل مقفولة طول الوقت تقريبا، ما بتتعرضش لاي انخفاض في الضغط بتاعها، وبالتالي كل مكونات العين بتفضل الحمد لله في حالة ثبات. الحاجة الاخيرة ان احنا بنقدر نزرع دلوقتي عدسات داخل العين بقوة العين، بحيث ان المريض بعد العملية ما يضطرش يستخدم نظارة اصلا. لو استخدم هتبقى نظارة بسيطة للقراية. وفي كمان عدسات اكثر تطورا اللي هي ثلاثية الأبعاد، ودي بيقدر يقرأ بيها ويمشي بيها ويتحرك بيها. فالحقيقة في تطور مذهل في تكنيكس الشغل في استخدام الموجات الصوتية والليزر كمان، يعني دلوقتي كمان الأجهزة بتاعة الليزر بنستخدمها ان احنا نقدر نعمل فتحات العملية اللي بندخل منها للعين بطرق معينة تجنب المريض اي يعني مضاعفات او كده، يعني ما يبقاش عنده بواقي من الجرح فيها استجماتيزم او شد او اي حاجة، ومريحة، ونقدر منها ندخل بأمان للعين ونعمل العمليات بتاعتنا بالموجات الصوتية في وقت صغير جدا، ويعني فترة النقاهة بتاعت العين بتبقى قصيرة جدا. هل يعني جودة الإبصار بتتأثر بعملية إزالة المية البيضاء بعد العملية ولا لا؟ على الإطلاق بالعكس، العيان بيحس ان هو احسن بكتير. طبعا فترة وجود المية بتخليه حاسس ان الدنيا ضباب ودخان ومش شايف حلو، الالوان مش هي بهتانة. الحقيقة ازالة المية البيضاء وزرع العدسة بيخليه يرجع لما كان قبل العملية. بالعكس، هو بيشوف بشكل اوضح بكتير، وكأنه لبس نظارة بتوضح له كل حاجة. فالحقيقة هي بترجع حدة الإبصار لما كانت عليه قبل ما نبتدي في بروسس المية البيضاء، وبيحس بفرق كبير من أول ما بيشيل الغطاء من على عينه. وأحيانا كتير إحنا بنلاقي عيانين ممتنين جدا للعملية، إنها بالعكس ده أنا أحسن من الأول بكتير كمان. بتفرق طبعا جدا جدا، يعني الفرق واضح جدا، ومن أول ما بيشيل غطاء بيحس باختلاف شديد في الرؤية بصراحة. طيب مثلا يا دكتور، في ناس ممكن يقولوا العملية ممكن تتأثر بلو الواحد اتعرض لتراب أو دخان أو سجاير بعد العملية؟ بصي، لا، هي مش للدرجة دي الحقيقة. هي احنا بس اهم حاجة الفترة الاولى ان العين يحط العلاج بتاعه بانتظام زي ما الدكتور بتاعه بيقوله. القصة بتاع التراب او دخان او كده، هو اي عين في الدنيا من غير حتى عمليات هتتأثر من تراب او دخان، منها ممكن تحمر، ممكن يحصل حساسية. مهم جدا نحافظ على نظافة عينينا طول الوقت سواء عملنا عمليات او لا. نظافة عينينا ازاي بس يا دكتور؟ يعني دي برضو يعني لو انا موجودة في مكان فيه تراب احاول اغسل وشي بعناية كذا مرة، لو انا شغلي يتطلب بمية فقط من غير قطرة ولا حاجة. لا لا لا، مية فقط. ربنا خلق دموعنا فيها تقريبا كل حاجة تنظف عينينا، فيها مضادات حيوية، فيها مضادات للفيروسات، فيها تغذية، فيها كل حاجة. فالدموع الطبيعية بتاعتنا ربنا خلقها تنظف عينينا. احنا بنساعد بالغسيل ان احنا نطلع اي حاجة دخلت العين، تراب بقى، غبار من الحاجات زي الورد والزهور
الدكتور والحاجات اللقاح الحاجات اللي هي ممكن تبقى بتدخل عينينا من بره. الغسيل ده بيقلل كميتها في العين وبالتالي بيقلل تأثيرها. فأنا لو عامل عملية مهم جدا ان انا افضل في مكان نظيف. انا ما بقولش ان احنا هنقعد في البيت من غير حاجة، ولكن احنا على الاقل هنقدر نتحرك في مكان ما يأذيناش. لو انا مثلا من الناس اللي لازم تشتغل بقى بره في موقع عمل في حاجة، او ممكن اخد يومين ثلاثة كده راحة لحد ما انا الدكتور يطمن ان الجرح قفل كويس عشان ما نتعرضش لاي تلوث. في نهاية الحلقة يعني يا دكتور حابة اسأل حضرتك يعني على نصيحة صغيرة ممكن تقولها لنا ان احنا نحافظ على عينينا يعني اكبر قدر ممكن على قد ما نقدر يعني. لا هو الحمد لله ربنا خلق حاجات كتير تحافظ على العين، نحافظ احنا عليها. يعني مفيش داعي نستخدم اهم حاجة مفيش داعي نستخدم قطرات من نفسنا او نروح للصيدلي نقول له والله انا عيني فيها كذا اديني حاجة. ودي قطرات الكورتيزون بالذات دي والقطرات اللي هي بتاعت الحمار اللي هي الناس تقولك اصل انا بحط القطرة اللي بتشيل الحمار انا بتضايق منها ودي خطيرة جدا الكلام ده. فاحنا اهم حاجة ما نروحش نستخدم حاجة من غير ما نسأل دكتور العيون. بلاش حكاية ان انا اروح للصيدلاني اخد اي حاجة من عنده عشان احطها في عيني وعيني تبقى بيضة وخلاص. لو في عندي مشكلة لازم اروح للدكتور واعرفها. وما تخضش لو الدكتور قال لي احنا محتاجين نلبس نظارة، لا احنا عندنا بدايات مية هنتابع. المواضيع بقت بسيطة جدا يا جماعة، والطب تقدم جدا والاجهزة تقدمت بحيث ان الناس بقت الحاجات دي والعمليات دي بقت عمليات فعلا بسيطة ونتائجها امنة وما بتاخدش وقت الحمد لله. تمام، انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، نورتيني النهاردة طبعا. ان شاء الله نتقابل تاني وتنورينا تاني ونستفيد من حضرتك. كانت معايا النهاردة دكتور أمل سمير استشاري طب وجراحات العيون. طبعا بشكر كل الناس اللي كانوا متابعينا النهاردة في طب وبس على نغم أف أم. كنت معاكم النهاردة وقام وجدي، وان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة. دايما نكون معاكم من الاثنين للخميس من الساعة 11 للساعة 12. سلام.